اعتراض وجاوب بصراحة. وانت رايح المستشفى في يوم عادي، سواء عندك موعد او زيارة او علاج، شفت ما راح حزينة وتصيح. اذا كنت بتتدخل وبتكلمها، روح الجهة البنفسجية. اذا تحس ما بتتدخل، روح الجهة الرصاصية. نبدأ السؤال للطرف اللي ما بيتدخل، نبي نعرف السبب، ليش ما بتتدخل؟ أحياناً نحس إن أمور الناس الخاصة صعب التدخل فيها. بعض النساء إذا تدخلنا عادة يزيد البكاء أكثر، فعند تركها لفترة معينة تبكي سواء لأي حالة من الحالات المرضية في المستشفى فهذا أمر متوقع، إلا إذا كانت في حالة الهلع أو حالة يعني يكون حالتها فعلاً صعبة. أما عن الطرف اللي بيتدخل، فشنو رأيك؟ أتدخل لأن احتمالية تحتاج إن في أحد يطبطب عليها، في أحد يواسيها، يمكن أنا اللي بقوله لها بيعطيها يعني دافع إنها هي شوية تصبر، يعني الصبر. يعني أكيد أنا بتكلم معها في البداية ويعني بحضنها أو ما أدري يعني شيء عفوي بسوي، ما أدري إيش بسوي بالضبط. يعني حاجة الإنسان للإنسان في إنه لو ما كان هذا الشخص فهمك، لكن كافي إنه في شخص على الطريق حس بمشاعرك. زين شنو بيصير اذا ما تجاوب الشخص مع تدخلك؟ احيانا الانسان يقول اعطوني ماي سبيس، مو لانه هو فعلا يبي السبيس، لانه في النهايه ما يعرفني ومتوتر مني. فممكن اتخيل واحده فعلا قاعده تصيح منهاره وانا اياها، اكيد اول شيء بسوي له انا اوكي. في شخصيات تستطيع ان تعبر عن نفسها، في شخصيات ممكن تنهار وليده اللحظه ولكن هي لا تستطيع أن تعبر يعني عن نفسها بشكل جيد. ولكن من واجب الانسان ان اسال، ان أعرف إذا كان بإمكاني تقديم المساعدة. هل بيختلف الموضوع إذا كان الشخص اللي يصيح رجل؟ كأنثى ممكن يحكي أكثر، كرجل كلمتين. أكيد أنا بالنسبة للرجل كمان وبيكون عندي مبدأ الخوف دائماً في أني أبادر مثلاً في هذا الموقف، لكن بشكل عام لا، خلي في تقارب بين البشر وبين الناس، ليش لا؟ بعد ما سمعنا آراء المشاركين صار الوقت يشوفون التجربة الحقيقية. 15 سنة انتظرك. صفية الله ما رزقها بأطفال من 15 سنة، لما أخيراً حملت ما أقدر أضحي فيك. دكتور خبرها أن ولد فيه تشوه خلق وانهارت مسكينة. يا رب لك امتحن، يا رب ما أقدر. هل في أحد بيقول أنا لها بيحاول يهديها ويواسيها، خصوصاً أن احنا في المستشفى والناس اللي فيها كافيها؟ أنا شخصياً متوقع أن ريايل ما يدخلوا. نظرة بس ما صارت شيء. الممرضين والدكاترة لاحظنا ما يتدخلون، يمكن متعودين على هالمشاهد. كيف تبي تساعد بس ما تعرف شو تساوي. مساعدة؟ تبي شيء؟ ايش فيك؟ ايش فيك؟ خلي إيمانك في الله كبير. من 15 سنة انتظر. معناته إن الله بيجيب لك رسالة إنه أنت تحملي ما عندك مشكلة. لو أنت ما كنت تقولين حاجة زوجك، شو أقول له أنا الحين؟ شتري لأمر الله، كتبت الله. من 15 سنة انتظر. خليه. ما صدقت. اللي أعطاك مرة يعطيك ألف مرة. اللي أعطاك مرة يعطيك ألف مرة. يعني حتى لو يا مشوه الناس ما دكتور يقول لك هاي شيء، يعني لا تشوف الجنة أكيد مكونه يعني. ما أعرف شو القرار لازم أخذه. يا الله. شذي الله، الله اللي يرزق، الله اللي يسويك. ما تري يمكن ما في خيره. بس أنت لا تزعلي نفسك حبيبتي.
ما أعرف شو أقول حق زوجي بيوصل بعد شوي. بيساني عسى ما سمعتش ريبانوتش انتي. أقول له ويت 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 تقنعي هو لازم تقنع أصلا هاي الواقع وهاي هو اللي من عند الله ومو بيدك. ادعي ربك ما بيفلتك ترى هو قاعد الحين يشوفك. حبيبتي ما بيفلتك حبيبتي يعوضك الله أهم شيء انتي بخير. لا تصيحي لا تصيحي لا تعوري قلبي أكثر. الله يجبرك خير يا رب. شلون يوقفون مع بعض ترى وايد وايد حلو يعني تحسونهم فريق واحد. يا رب الله يسمع منك. مشكور بعد عمري ما قصرتي. شكرا ما فيها الا العافيه. كنا بنشوف مين اللي بيوقف لها الصراحه. احنا قاعد نسوي مشهد نبي نشوف مين اللي يساعدها ويهديها ويواسيها وانتي وقفتي معاها. شفتها كأنها تعبانة فيتها. بعد تعبانة أكيد لازم نوقف وياها. كنت زعلانة وكسرت حسيت فيها يعني حسيت فيها أنه هي لما إنسان يواسيها هديها بالكلام. أي والله تفاءل. 60 شخص مر عليها انتي وقفتي وهديتيها. بس كنت قاعدة صرت خاطري يعني هي بروحها توها طالعة من المستشفى ومريضة وتعبانة بس وقفت هالوقفة. الحياة مو لازم تقول شيء ها بس انك توقف مع الشخص. تكلمت بعيونها أكثر من تكلم بلسانها. الله يجبر بخاطرها. والحين بعد ما شفنا التجربة خلنا نرجع للأرقام والإحصائيات. التجربة 94% من الناس ما تدخلوا، 6% اللي تدخلوا، بينما في الاستوديو 10% بس اللي قالوا ما بنتدخل، 90% قالوا أكيد بنتدخل. طبعاً نلاحظ أن النتائج عكس تماماً. الكلمة الطيبة هي صدقة، فأحس أن تدخلي للمرة هذه يعني شيء أحس عود، وأحس الكلمة اللي بقولها لها أكيد يعني بتكون لها إن شاء الله. وكجانب نفسي كعامل متكامل احنا يعني من الضرورة اليوم كمسلمين ان احنا نواسي بعض، لان هذا الموقف اللي مرت فيه هذه المرأة ممكن يتعرض لأي انسان. اذا كان عندكم يا الامهات رسالة لأي امرأة تأخر نصيبها، اتمنى ان الله يعطيهم هذا الشعور وان الله يرزقهم. اذا انحرموا من هذه الرزقة او هاي النصيب في الحياة معناته الله اكيد بيعوضهم خير وبيعطيهم شيء اكبر واعظم من هذا الشيء. الناس كلهم their moms with kids or without. ترى العوض من الله في الأخير، فأنت مجرد وجه الطاقة اللي تحسينها سلبية وجهها تجاه شيء صج أنت عندك شغف تجاهها. قد ما يكون طفل في وايد أشياء تحتاج اهتمام في العالم. إحنا ما نحصل على جميع الأشياء في الحياة، وكل شخص فينا إلا ما يكون في شيء ناقص في حياته، فإحنا لابد أن نتقبل فكرة عدم الاكتمال. إذن شنو الرأي إذا الابن انولد بإعاقة أو تشوه؟ حرمان هاي الأم من أنه يكون ابنها طفلها سوي هاي ربما نعمة إلها. معظم الشخصيات اللي هلأ موجودة يعني وإلها قدر وإلها قيمة في العالم هي عندها نواقص. كل هاي الناس ربنا أعطاهم شيء أفضل. في أم قالوا لها البطن اللي في بطنك معوق، قالت لهم حتى لو هو معوق بربي، وفعلا يابته وربته ولحد الآن ما شاء الله كبر يمكن في 30 عمره ولحد الآن هي تشيله وتحطه وتغسله وتأكله وهو معوق. يا بختها عن رب العالمين يعني ولها الجنة إن شاء الله. إذا عجبتك التجربة ودك تشوف أكثر منها تابعني في اليوتيوب والسوشيال ميديا وكل مكان تلاقيني. أنا عمر فاروق، سلام.